يروح الامتحان يا كافر، تقوم جاي فاتح له قلب صدره، تفتح صدره الرئه بالقلب ليه؟ عشان كل ده عشان جاي يمتحن في مدرسه السبت، عشان مش مدرسته ومدرستكم. اصلها كانت مدرسه ابوه. الواد طالع من الفسحه قاعد في جنب كده، ما طالعين في الفسحه كل واحد بيقعد في جنب في المدرسه، يروح يلاقي اللي رفصه بالرجل، قوم ياد من هنا، قوم ياد من هنا، يا كانت مدرسه ابوك. مسكوا في بعض المدرسين، سلكوا بعض، خلي الولد طلع اللجنه، طلع على السلم ويبص، لا الله اعلم، سكينه، اللي بيقول سكينه واللي بيقول ازازه واللي بيقول مشره، جايب صدر الولا زي الكتاب المفتوح، الرئه، الرئه بالقلب كده على السلم المدرسه، وهو طالع اللجنه، المدرسين كلها واقفه، اللي انا سمعته كمان بيقولوا ازازه من اللي هي السكيت الاحمر ولا مش عارفه اسمه ايه اللي بيشربوه الاحمر ده، بيقولوا حطها كده اهو في الولا وشالها وبقى يضرب في عيال تانيه، يعني ما كانتش مدرسه. الكلام ده حصل امتى؟ حصل امتى؟ تقريبا تاني يوم الامتحان في الفسحه، امتحنوا تقريبا امتحانات ايه الاول؟ امتحانات ثالثه اعدادي. ابنك في ثالثه اعدادي؟ ابني في ثالثه اعدادي، مدرسته اساسا في البريه، بس راحوا يمتحنوا إيه البريه تبع الرياض، مركز الرياض، كفر الشيخ. راحوا يمتحنوا في ثالثه اعدادي في مدرسه السبت بالرياض برضه. واللي هو في مدرسه السبت اللي اسمه وليد ده هو اللي خبط ابني، خبطه، اطلع ابني للامتحان يتلف في ملايه، فاهمين؟ فاهمه يا كل ام؟ فاهمه يا امه؟ امه سامعاني دلوقتي فاهمه؟ خليكي مكان لو ابنك، بالله عليك يا شيخه حطي نفسك مكاني، او اي حد من قرايبه يحط نفسه مكان، لو ابنك اللي جالك ملفوف ما جالكيش، جالك قالوا لك ده ابنك مات، ده عيل زميله ضربه وابنك مات وفي المستشفى العام، هتعملي ايه؟ كان زمانك ساكته زينا؟ كان زمانك قاعده كده وساكته ومؤمنه بالله زي ما احنا مؤمنين بالله وبنقول يا رب اشفي لنا ابننا؟ كان زمانكم هجمتوا علينا وموتوا عيالنا وولحتوا في بيوتنا، ما كنتوش هتقعدوا كده، انما عارفه احنا قاعدين ليه؟ عشان ثقتنا في ربنا كبير، وان احنا هناخد حق ابننا، اقسم بالله هناخد حقه. ايه تفاصيل الواقعه؟ ايه اللي حصل تفاصيل الواقعه؟ عيل طالع من الفسحه قاعد في مكان زي ما كلنا كنا في مدارس، وكل واحد بيطلع في فسحه وبيقعد في ركن، ده يقوم جاي يزقه بالرجل. ليه ايه اللي طالب يعني؟ ايه اللي مقعدك هنا؟ مدرستنا يابا، مدرستنا.